لا تقل هم قسى في الفؤاد قد رسى، إنما العزم طبيب للأسى. هاجر الحزن وراح وطوى ليل الجراح، إن آمالي كإشراق الصباح. ثم آخيت الرجال أهل صدق واعتدال، فرأيت الخل ينجي من ضلال، واستعنت بالكتاب والدعاء المستجاب، ووجدت الهم يمضي كالسراب. هكذا صوت حياتي واعتقادي بالمزيد. أحمد الرحمن ربي ذا الجلال.